الابنورماليتي دي والوصف بتاعها ده يقابلوا حاجه اللي انا سمعتها او اللي انا ذاكرتها، لو يقابلوا حاجه خير وبركه، حاجه واحده خير وبركه. الحاجه اللي واحده دي ما لقيتهاش يبقى احط differential diagnosis، هل هي congenital؟ هل هي traumatic؟ هل هي inflammatory؟ هل هي neoplastic؟ حاجات كبيره. اوكي؟ هو ده المفروض اللوجيك way of saying. اوكي؟ نيجي بقى للجانب اللي هو دلوقتي اللي هو المفروض الجانب اللي هو الاكتف منه. المفروض ان انا اريح بقى من الكلام شويه وانتوا اللي هتقولوا. قدامكم حاجه من ثلاثه تختاروا. يا اما في مجموعات كده كل ثلاثة مع بعض. اوكي؟ يا اما كل واحد لوحده. يا اما مفيش حاجة تانية. لا كل مع بعض دي بتبقى هتلاقي اللي عايز ينام وما بيبقاش فيه استفادة. يا اما اللي عايز يعني اولا اتفقنا ان مفيش احراج، مفيش أي حاجة خالص، خلاص يعني احنا جايين نناقش، فاللي يغلط يغلط مش مهم، المهم ان ما يغلطش بعد كده مع العيانين يعني. اوكي؟ فما يحسش ان حد هيبقى منظره وحش هو الدافع اللي يخلينا نكش ان انا ببقى خايف ان حد يعني يعمل ايه؟ يحرجني يسهر او يعمل كده، بس لا مفيش الكلام ده بينا. اوكي؟ هتختاروا ايه؟ مجموعات ولا لوحدكم؟ لوحدكم. اوكي ماشي. طيب مين هيتطوع في اول حاجه دكتور؟ I
كويس قوي ان دي لارج، وقال اهم حاجه انها سيستيك ليجن في السبليس. طيب هل دي حاجه سبوت دايجنوزس ان هي سيست هي سيست، بس هل ده تعني زي ما الدكتور قال كده هل ده دايجنوستيك لحاجه معينه؟ لا مفيش حاجه كده عنه. خش بقى معانا ديفرنشال دايجنوزس. اوكي نمشي ايه بقى؟ نبتدي نمشي كده كونجنتال روماتيك انفلاماتوري نيوبلاست. لو هتحط تنقي واحده هتنقي ايه؟ ممكن كونجنتال وممكن انفلاماتوري. اوكي ممكن تبقى اي حاجه، بس هو الدور بتاعنا ان احنا نقول ان ده سيست. في حاجات بنوصل لدايجنوزس وفي حاجات بنحط ديفرنشال دايجنوزس. تحت ده تقريبا هنا كده with aneurysmal
داون لوب موجود وقيس السيكنس كده اهوت هنا اهوت وده فايندينجز ار سجستيف اوف ليمفوما. الشباب ده خلاص ما خلينا مدنه بقى خلاص هو كده خلص نفسه جاوب بقى ممكن عايز ينام ينام. من الطبيعي ان انا باخد معايا فحص الابدومن اللي هو الشيست، فده
المشكله ان الفحص اوقات يبقى مشكله الفحص ده ايه؟ اذا احنا واعيين كده هو فيه. ساعدتكم وقلت لكم ان ده فحص ابدومين. طيب الابدومين ده اورال ولا انترافينس كونتراست؟ طب ما هو مجهول يعني حاجات مش محتاجه مذاكره. Without consciousness. ليه عرفت ان هو without consciousness؟ ده مش منظر، شايفين الليبر البيلياري البورتال رانيكلز مش انهالفد خلاص. طيب ليه مش واخد اورا؟ عشان emergency عرفت منين ان هو emergency؟ نيومو ايه؟ نيومو بريتونين. موافقين ولا مش موافقين؟ طيب اوكي في فرق بقى، يعني الدكتور هم عرفوها بس بالتفكير الجماعي ان هو ايه؟ ان في هواء المفروض ان انا ما اشوفش الهواء ده. الهواء ده زي الليفر، هو في هواء يزق الليفر يا جماعه؟ يبقى ده ابنورمال، يبقى ده هواء زي الليفر وامرجنسي زي ما هم بيقولوا كل الكلام من ده، يعني بيساعدوك التفكير الجماعي بيساعدكم. بس انا ما عجبنيش بس ان كنتوا استعجلتوا في اول وهله بس لحقتوا نفسكم تاني مره، ان كنتوا قلتوا نيومو بريتونيوم وبعدين دكتور تاني قال في هايدرو فبقى كملنا البتاع نيومو هايدرو بريتونيوم. فين الهايدرو بريتونيوم؟ اهو ادي فلويد اهو حوالين الليفر وادي هواء. اوكي؟ ده يعني مفيش يعني لو تفكير كده منطقي هتلاقيها سهله جدا. لو اتخضيت انك انت عايز تشوف المنظر ده انا شفته قبل كده هيربطني بحاجه مش هتوصل لحاجه خالص، انك ما شفتش المنظر ده قبل كده. اوكي؟ فانا مش عايزكم ان يبقى في مخكم منظر وتربطوه بمنظر ده انت شفته قبل كده ولا لا. لو موجود خير وبركه، يعني مش غلط، بس مش ممكن تكون حافظ كل المناظر بالديزيز المختلفه اللي ممكن تجي لك، واكيد هتشوف حاجه جديده. لما تيجي تشوف بقى حاجه جديده تعرف تفكر. يبقى ده ايه؟ هايدرو نيومو بريتونيوم. طيب سببه ايه؟ بيربوريتد فيسس او بوست تروماتيك. ما هو بوست تروماتيك هيعمل ايه؟ ما هو رابتشر اوف ذا فيسس ده هم خلاص، هو عاده هو رابتشر فيسس ده يعمل بريتونايتس. طيب هل المنظر ده ليه بوتنشال دايجنوزس تاني؟ لا مفيش، هو نيومو بريتونيوم ولازم تشك ان ده ايمرجنسي زي ما انت قلت كده والعيان ده هيفل. طيب لو انت عايز نعمل له حاجه هو شاكك في البريكوريتد فيسس نعمل له ايه؟ اورال. ده هو ده بقى اللي انت بتقول عليه. لو انا حتى ما شفتش يعني ممكن اشوف تريكلينج كده هو اوقات من الكونتراست، لو ما شفتش ولقيت الكونتراست ده وصل الكيدنيز يبقى ده معناه شو ساين ان ايه؟ بس يا دكتور لو سمحت لو دي مش بيرفويس ديستنس لو دي مثلا اورجان زي سبيد يعني دي ممكن يكون بلاد مش بس دي اولد بلاد. بص التفكير المنطقي يعني هم بيجاوبوا عليه قصده اولد بلاد، هو قصده اولد بلاد ده ممكن يبقى اي حاجه احنا فيها قصده ان الهواء يبقى اولد بلاد يبقى بلاد الهواء هيجي منين؟ يعني يوصل هواء برضه ما تخرجوش برضه بقى احنا مش يعني هواء هيجي منين؟ في ثلاث احتمالات للهواء، ثلاث احتمالات في هواء مش المفروض يبقى فيه كده هو مكان فيه هواء. ايه هما الثلاث احتمالات دول؟ جاز فورمينج اورجانيزم بريتونايتس وجاز فورمينج اورجانيزم. بس جاز فورمينج اورجانيزم بهذا الكثره ما يعني صعب، فانت برضه بتشوف النظري وتشوف يمشي ايه مع النظري. جاز فورمينج اورجانيزم بيرفوريتد ديسكس او ديسكلر او الاسترونتيشن. ده لو بوست اوبراتيف العيان ده ده كان يعني جراح يعني ان مش ممكن ابدا يسيب كم الهواء ده ومش ممكن هتلاقي ان في سكين، فهو ده مفيش اي حاجه غير بيرفوريتد ديسكس. بس نظريا لو احنا عايزين نتكلم على النظري كل الاربع احتمالات دولت قائمين معانا. زي ما فكرنا كده للاجينيسيس بالكيدني ابتدينا نستبعد كل واحده، فانت لو قلت كده ده جاز فورمينج اورجانيزم بس عمر ما يبقى الجاز بتاع غالبا عشان يبقى كل ده العين هيطير وهيموت قبل ما يبقى عنده هذا الكم من الهواء.
تانية مش ممكن يبقى سيرجيكال، مفيش سيرجيكال انسيجن، مش باين ان في سيرجيكال انسيجن، مفيش جراح ابدا هيسيب كم من هذا الهواء والكولكشن. الحاجة التالتة ان هو يبقى فيستولا برضه ما تبقاش بالمنظر ده. الحاجة اللي هي كومن بقى ان هي تبقى نشوف العيان ده يبقى شارب الكروزر ده، يعني ده بقاله لو انا جيت سالتك
شارب الخروز من الاسبوع اللي فات ولا حاجه تانية؟ صحح لي المعلومه. شارب صوفي بس الاسبوع اللي شارب الخروز في الاسبوع اللي فات صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ مش هتعمل بريم اصلا، مش هتعمل بس ولا اصلا، مش هنعمل ده. اولا ده كنت انديكيشن ان انا اعمل. طيب تاني حاجه، الحاجات اللي انا بوصفها والستكشر والكلام من ده، ده معنى ان حصل ايه؟ فيبروزس. فيبروزس يعني كل الكلام ده قائل بقى ان هو ايه؟ يتفتح معانا. ماشي. ممكن هو فحص باريوم انيما showing the rectosigmoid and descending and transverse colon with abrupt discontinuation of the contrast filling at the hepatic flexure most with normal bearing mucosa of the large. في الهيباتيك فلكشر في ابربت ديسكونتينيوشن سجستيف اوف انتسسبشن. تمام. كولوكوليك. طيب جميل. هو ده انتسسبشن. انت بقى مش عارف كولوكوليك ولا اليوكوليك لسه. ما هو الليفل بتاع الاليوم. ما هو انت ممكن كل ده واخد من الاليوم جاي معاك سارح لحد واصل للكول. صح؟ فما ما نعرفش لسه. هو ده انتسسبشن. تعمل له ايه؟ بنعمل له ايه دلوقتي؟ ريدكشن هيدروستاتيك ريدكشن. طيب ايه رايك؟ احنا عملنا سكسسفول ريدكشن ولا ما عملناش سكسسفول ريدكشن؟ في لسه باقي حاجه؟ لسه هنا لحد هنا. هو المفروض احنا اتفقنا من المره اللي فاتت عشان نشوف نبقى متاكدين 100% يحصل ايه؟ يحصل الريفلكس في التيرمينال اي. اوكي؟ بس هنا غالبا يعني لحد دلوقتي دي ساتسفاكتوري. مش بتكلم على يعني انا شايف كده الابندكس اهو، فغالبا انا وصلت يعني ايه للسيكل. بس القاعده ان احنا لما يبقى سكسسفول ريدكشن يكون ايه تيرمينال ايه يا ريفلكس. ماشي. هو ده ما يعتمدش على القاعده يعني يعتمد، بس انا بقول لك الساين اللي انت تبقى مطمن انك انت يعني عملت كده ان يحصل. وعاده انت بتبقى مدي يعني بريشر جامد، فعاده اللي بيحصل ده الدياجنوز. انت وصلت له بعد المداومه.
ايه بقى؟ تمام، الاستومك، وايه كمان؟ سمول انتستين وباول. ولارج باول ولا مفيش لارج باول؟ هو كل اصلا مالي، مش احنا اتفقنا ان ده ابر جي اي سيلز؟ وقعت، وانت ما يعني ما توافقنيش على كل حاجه انا بقول. هل انت شايف اي حته من الكولون باين؟ يعني هو ده في اللوجيك برضو، يعني احنا مش عارفين. قلت له يا دكتور محمد دي فيها كولون، ان المنظر الانتستين فيها حتت شكلها عامل زي الكولون، صح؟ بس التفكير يا جماعه احنا اتعلمنا احنا جايين نفكر تفكير منطقي. هي الدايفراجماتيك كارنيا دي رايت ولا ليفت؟ ليفت. وعلشان تطلع حته من الكولون هيطلع انهي حته؟ عاده ليفت او ترانسفيرس. طب هل في اي حاجه من البروكسيمال كولون باينه؟ هل في هنا اهوت اي حاجه ده قلته ابر جي اي سيز؟ هل الاسندنج، هل السيكم باين؟ هل البتاع باين عشان اللي بقيته يطلع؟ يبقى اذا انا بجاوب على نفسي كده اهوت ما ينفعش. او لو في حته من الكولون طالعه انا مش شايفها. يعني ما هو ممكن في حته فيها هواء لسه ما ملتش وموجود. اوكي؟ ف يعني اسئله فيري سيمبل، مش معتمده على مذاكره، مش معتمده على اي حاجه غير انك انت بس تاخد وقتك في التفكير. اوكي؟ اللي بينزل بقى ازاي، الامتحان بيمشي ازاي بقى في الحاجات اللي زي دي؟ انا بقول لكم برضو الامتحان عشان انتوا مايندد بالامتحان، مش الامتحان بتاعنا يعني. بس لو انت في الشفوي، لو انت هيتحط لك اكس ري كده وتخش بقى ده سيستك ايه بقى السيستك بابلي ليجنز اللي موجوده في الجست، وتخش انك انت بقى ان في حاجه في الاخر خالص تحط ديفرنشال دايجنوزز. لو دي على مخك ده فراجماتيك كارنيا تبقى حاجه جميله جدا. اوكي؟ لا يجسك ايه؟ ايوه، ما هو قال الاستومك وسمول باور. ده كل حاجة احنا دلوقتي بنتكلم، يعني اكيد واحد مضروب علقة وانت بتقولي له خد القلم. ما هو كل يعني فولفلس ده لما تبقى كل حاجة في مكانها ومحترمة، اكيد في فولفلس واكيد في حاجة طالعة وفي حاجة نازلة، يعني ده مش نورمال بوزيشن خالص يعني. يعني كل اللي بتقوله صح، بس يعني مش مجاله، واحد مضروب علقة فخلاص بقى مش تفرق معاه قلم ولا شلوت ولا بتاع. يعني ده باريوم ولا جاسوجرافين؟ سؤال تاني.
خلاص لما انت تحس بقى، ما هو انت مش عارف، ما ده هيبان ابيض وده هيبان ابيض، بس انت بترجح ان ده جاستروجرافين عشان الباثولوجي باين هنا اهو. علشان ايه؟ علشان تمام، او في سسبكتد بيرفوريشن، هو الدكتور شاف نفس اللي احنا كنا شايفينه في الـ سي تي، ان احنا عندنا هنا هو اير، اير بره موجود، يعني مش مفروض ابدا ان يبقى في السواد ده، وزائد الليفر اهو، حد عمرنا بنشوف الليفر كده؟ مش بنشوف الاير اندر ده، هو ده اير اندر دايفرام يا جماعه. الحمد لله عشنا ان احنا نشوف اير اندر دايفرام. اوكي؟ ده نيومو بريتونير. ممكن بقى يبقى فيه هايبو بس انا مش شايفه قوي يعني، يعني مفيش اير فلويد ليفر. اوكي؟ ده نيومو بريتونير نفس اللي احنا شفناه بالمره اللي فاتت بس بالاكس راي. طب لما انا ما اكونش عارف اذا كان شارب ولا مش شارب ولا عامل ايه، اقول كونشس اوبريشن. كفايه كده بريامات. ده ايه؟
اكس راي بوست. الفكره اللي بصوا يا جماعه ده في النص في بتاع يعني في حاجه كده اللي هي اللي جايه دي مش حاجه هو ايه ده منظر عظم طبيعي كريز حاجه الفرايز ولا الفلوس الفيول. طيب ال هل في كورتيكو مدلري ديفرنشيشن في ايه؟ لا في حاجات ايوه بالظبط اوستيو بتروز. اوكي انت ما عندكش ده يعني اولا كون ان ده حاجه ديفيوز انت بتتعامل مع حاجه ديفيوز سكيلتال انومالي انت عندك الحاجه اللي هي السكيلتال ديسبليزيا اللي هي الواضحه قوي بتخليك انكريز بون دنسيتي هي ده وما بيبقاش فيه مدلل كافيتي وبيبقى فيه ديفكتيف اوستيوبلاستيك اكتيفيتي مش كده؟ يبقى ده بنمشينا هي اوستيو بتروز. انجريز ده جروس بليت معلش احنا قلنا ايه من شويه في الحلقه اللي فاتت اوستيوبتروز بص كده فيها ساينز اوستيوبتروز ولا ما فيش هو حاسس الفيلم مش سوفت شويه لكن بص الفيمورا كده الفيمورا مش سوفت ولا حاجه هل انت شايف مدلل مدلل كافيتي هل شايف مودلينج شايف ان العظمه اللي بفيزيك الداف ميتافيزيس هو خلاص يعني كل العظمه سكليروتك كده وكل العظم اوكي برضو مع اوستيوبتروز شويه هتشوفوا ان الفات رينز في الانفلاميشن
الانترفيس في النيوبلازم بتبقى بريزيرف. واهم حاجه تحت عند الانكل شايفين السيكويستروم ان في ديتاش بون فراجمنت وحواليه لوس. Thank you.
بتشتغل. طبعا للسباين اللي هي الفيرتيبرال سباين. اوكي الفيرتيبرين الانتيرير ليكينج ويز شامبين سكيورينج اوف ذا بلبك. اوكي هي الدكتوره يعني عرفت الدايجنوز هو اكوندروبليزيا ومشيت بالطريقه اللي هي المفروض تمشي بيها. ان كنتوا تعرفوا هي في شويه حاجات كده هو كلاسيكال للاكوندروبليزيا ان هي زي ما قالت كده ده دوار يعني ان مش منظر ده الفيمر كده هو ده مش منظر فيمر الفيمر بتبقى اطول من التيبيا والفيبرا هنا هو يعني اقصر ما كانش يعني قدها ما كانش اقصر يعني وبعدين في كاركترستيك ساينز بقى اللي انا لازم اكون عارفهم اللي هما البي شيب سلانتنج يعني شايفين السلانتنج دي كده مين موجود كده هو عند الميتافيز وال
اللي قالت عليه اللي هي انت قلتي ايه اللي بلبس شامبين شامبين سكوير ودفعنا شامبين انا مش شايفاه طبعا في ناس ثانيه متشائمه بتقول على ان ده توم سون ابييرنس ان هو عامل زي شاهد القبر كده هو اللي هو الروماني عارفين كانوا بيحطوا كده حجر هو منظر الحكايه دي وبعدين في بقى شويه سانز انا بدور عليه هو لو انتوا دققتوا كده هي قالت بيكينج وكده هي كويس انها مجتهده بس الحقيقه هي باينه في اللاتر الفيلم اللاتر هو مفيش لاتر انا بدور على لاتر هو ده اللاتر او اللي تحت ده اوكي صح يبقى هي بيكينج اهو تحت شايفين البتاع جاي كده كبير انا بقى لما اجي احفظ الاكوندروبليزيا لازم المفروض يعني ان احنا النهارده في امتحان بس المفروض اكون بصيت قبل كده اهوت على صور يعني احفظ واتخيل الصوره قدامي وامسك من فوق لتحت يعني السكال بتبقى ايه فوق فيها فليرنج للكالفيريال بون شايفين كده السكال بيسموه فلير للكالفيريال بون وبيبقى في بازلر انفاجينيشن والعينين دول بتجي لهم هايدروكيفالس وفي ممكن ابص برضو من الحاجات على السله في حاجات كاركترستيك الهاند دي ترايدنت بيسموها ترايدنت هاند تلاقوا كده الصباع اللي في النص عامل كده اوكي و شورت ستادي ميتاكاربل واللونج بونز دي اهم حاجه تاني حاجه اللي برده في السباين امسك بقى السباين البيكينج ان بيجي لهم الاكوندروبليزيا دولت بيبقى ايه الانتربليكولار ديستنس المفروض بتوسع تحت لما اجي هنا اهو تلاقيها بتضيق اوكي ده مين للانتربليكولار ديستنس في ساينس ثانيه انتوا المفروض تبقوا عارفينها عارفين بس عشان افكركم بالاكوندروبليزيا عارفين مين اشهر الاكوندروبليزيا دولت على فكره بيبقوا دمهم خفيف كده وبتاع كان في افلام زمان بس كنتوا بتتفرجوا عليها ولا لا كان في ممثل كده طفل كده شهير كان اسمه احمد فرحات حد عارفه؟ ايوه ده مش طفل يعني ده كان واحد كبير هو بيمثل هو دلوقتي كبير دلوقتي كبير والله ما هو انا ما اعرفش اذا كان عايش ولا لا يعني عايش ما شاء الله مهندس طب كويس والله دي معلومات كويسه هو الدكتوره زودت لنا والله المعلومه والله العظيم انا مبسوط اصل الاكوندروبليزيا انا قلت لها عايش ولا مش عايش لان غالبا الاكوندروبليزيا ما بيعيشوش قوي يعني فترات طويله يعني نعم لا هو لما كان بيمثل يعني هو انت تشوفه كده تقول مثلا ده 8 سنين 10 سنين بس هو كان هو طلع مره في بتاع ده وقال ان هو كان بيبقى سنه اكبر ممكن بقى الدكتور كان كلنا يعني انا قصدي الاكوندروبليزيا عشان تفتكره هو دوار يعني ما تنسوش ان هو دوار واكتر واحد تفتكره اللي هو بتاع فيلم اشعه حب اللي هو كان اسمه احمد احنا هناخد نص ساعه كلكم هتمتحنوا كل المجموعه دي هتمتحنوا ان شاء الله طيب لما نيجي بقى نقعد